كيف سترد إسرائيل على إيران؟ وهل نحن على شفا حرب كبرى؟ وما هو مصير حزب الله؟ وإذا صار معي وقت بدي أحكيكم عن قضايا أخرى. بدي أبدأ بحزب الله. شوفوا، رغم الضربات الكبيرة اللي تلقاها حزب الله وتصفية قياداته وعلى رأسه السيد حسن نصر الله، ومدى كمية الضرب الهائل لمستودعات الذخيرة ومراكز الصواريخ ومنصاتها أيضا، منشوف فهل يمكن أن نقول ننعي حزب الله كما تم نعي رئيسه حسن نصر الله؟ بتقديري هذا الشيء جدا يعني غير صحيح، لأنه حزب الله بتعرفوا أعداده، يعني بيقولوا أعضاؤه بحدود 150 ألف عضو وحاضنته تبلغ بفوق المليون. فالقضية ليست بهذه السهولة القضاء على حزب من هذا الطراز. شوفوا الأحزاب بتاريخنا، يعني بنشوف الأحزاب هلي تعتمد على الأشخاص، يعني مثلا ديغول عمل حزب اسمه الديغوليين، هلأ ما عاد حدا بيسمع فيه. الناصر أحزاب على اسم قياداتها، يعني الناصريين هلأ ما حدا بيسمع فيهم، أو مدى تأثيرهم جدا قليل في المجتمع يعني. وفي عنا أحزاب عقائدية، أحزاب شيوعية، تعرفوا هدول سابقا كانت المنظومة الاشتراكية تحكمها كلها أحزاب شيوعية عقائدية، والأحزاب الشيوعية موجودة في كل العالم كانت. هلا بنشوف انه هذه الامور ما عاد لها وجود، الاحزاب الشيوعيه حتى في المنظومه الاشتراكيه هذه ما عاد لها وجود، وموجوده لسه في اماكن اخرى بس ما في لها اي تاثير. فالاحزاب العقائديه هي احزاب، يعني شو بدي اقول لكم، من الصعب الواحد هو الحزب يمكن ينقضى عليه، بس الفكر والايديولوجيا تبقى، الفكر يبقى. واذا بيجوا ناس بيحيوا هذا الفكر بتعيد هذه الأحزاب مجدها وبتعيد قوتها أيضا. فحزب الله مع كل هالخسائر اللي تكبدها وتركيبته لحزب الله، شوف لحزب الله كيف إنه هذول عندهم خلايا بتصوراتها. أنا ماني عضو بحزب الله ولا بحياتي كنت، بس هذه التنظيمات تصوري عندها هيك، يعني إنه هذول بيكونوا ثلاثة مسؤولين في منطقة معينة، ما حدا واحد فيه له صلة فوق بس بالمركز الأقل شو اسمه، وبيعرفوا إذا مات الرئيس تبعهم بيعرفوا مين نائبه مباشرة، بيرمموا بعضهم بسرعة ويرمموا قياداتهم بسرعة فائقة، يعني في عندهم نظم لذلك، بيروح هذا بيجي واحد غيره، لاحظين شلون؟ وهلا قالوا إنه إجا بداله لحسن نصر الله هذا الوسيم، الشاب الوسيم الجديد صفي الدين، هاشم صفي الدين. وعساس نحن إسا ما سمعنا، يعني لم نخبر بدفن حسن نصر الله وتم تأجيله، وكنا متوقعين أنه بده يصير في هذا الهجوم الإيراني ولا ما بده يصير. شايفين؟ أنه هذا الهجوم الإيراني بده تعمله إيران ولا ما بده تعمله، خاصة وأنه طلعت أصوات كثير معتدلة من رئيس الجمهورية ومن مستشاره ظريف، هل يحكوا عن انه مع السلام وكذا والى اخره، ما بدهم يوقعوا بمطبات حروب وهالقضايا هذه ككل. ولكن تعرفوا انتم بايران القرار بايد خمائني، المرشد العام هو كل شيء، وخاصه القوى المستلمه زمام الامور من حرس الثوري وحزب الله والحوثيين، هو كلهم بيعودوا يقولوا لأمرته، ما له علاقة رئيس الوزراء، رئيس الوزراء ورئيس الحكومة ورئيس الدولة، ما له علاقة فيه. هذا النمط من العناصر مين بيستلموا؟ بيستلموا خمائني. فالضربة اللي صارت لنا توقعاتنا هيك، ولكن امبارح شفنا الضربة الكبيرة. هلا شوفوا، خلينا نحكي بواقعية، هذه الضربة كان ضربة أليمة من قبل إيران، وقالت إيران انه هذه الصواريخ ضربوها بحدود 180 200 صاروخ، هي ردنا على كل من قتلوا من الحرس الثوري ومن حماس ومن حزب الله،
هذه ضربتنا، هذا ردنا، يعني خلاص يا جماعة نحن هون وقفنا. وصرحوا بعدين إذا إسرائيل بدأت ترد سنرد ضعف هذا الرد اللي كان موجود. وحتما وتوقعاتنا كلنا كانت هيك، إنه إسرائيل تريد يعني شو بدي لكم هيك، بدأ شغلي مشان ترد، مشان تضرب إيران. وإنه كل هالضربات هذه لعملاء إيران في المنطقة من حزب الله والحوثيين وإلى آخره، هو ما هدفه بالنتيجة للقصقص أجنحتهم لتنفرد بعدين إلى إيران. وتتذكروا أنتوا قبل ما تبدأ الأمور كلها هذه، وقبل ما تبدأ الحرب، وقبل ما تبدأ القضايا هذه يعني مع حزب الله، وما قبل ما تبدأ حماس، كانت إسرائيل تريد أن تضرب إيران. وكان ناقصها شغلة جدا مهمة، ما عندها هذه الطائرات اللي بتعبي الوقود. تعرفوا الاف 15 طيارة الاف 15 طيارة يعني بالوعة بنزين، تصوروا بالوعة بنزين، يعني هذه بالساعة بتصرف 2800 لتر، من 2800 لتر إلى 9000 لتر بالساعة الوحدة. ملاحظين؟ بالساعة الوحدة. وما بتأديها هذه المسافة بدون يعني الطائرات اللي بتعبي وقود، ملاحظين شو ما بتأديها. لذلك كانت تطالب أمريكا بشو بطائرات اللي يعني بتعمل على تزويد الوقود للطائرات الاف 15 او اف 35. ف احد العيوب للاف 15 انه تصرف بنزين بشكل جدا كبير، مثل ما قلت لكم من 2800 الى 9000 حسب شو طلعاتها. هي طلعات عادية وقتها بتصرف 2800 متر، عرفتوا شلون؟ 2800 لتر. وإذا طلعاتها فيها مناورات وفيها حرب وإلى آخره وإطلاق صواريخ توصل إلى 9000 لتر من البنزين. فهلا بعد ما تم ضرب الحوثيين على 1800 كيلومتر، تتصوروا 1800 كيلومتر بالراحة و 1800 كيلومتر، هدول 3000 600 كيلومتر. فكانوا بحاجة أكيد، هذا يدين أنه طائرات المزودة للوقود موجودة لدى إسرائيل. وهذا الحاجز اللي كان يمنع إسرائيل من ضرب المفاعل النووي آنذاك في هذيك الفترة، اللي كانت الأمور عن أنه بدهم يضربوا ولا ما بدهم يضربوا. هلأ بضربة إيران على إسرائيل، عن الضربة الحمقاء باعتبارها، هي كانت عبارة عن يعني حجة لأنه إسرائيل هلأ تشن هجوم. هلأ الهجوم هذا بده يكون يعني، شوفوا الضربات الإيرانية الصارت بين المتبادلة بين إيران وبين إسرائيل كانت كلها لعبة ومعروفة، ونحن بنضرب هيك بس لعبة يعني، ها، لتهدئة الأمور. والضربات اللي عملتها إيران السابقة لا تشفي غليل هذول الناس، إنه والله هذه ما كانت على الوجه الأمثل. بس الضربة هذا اللي صارت امبارح، إيران اللي ضربت حوالي 200 صاروخ إلى إسرائيل، بتقدري تستطيع أن تمتص نقمة البيئة تبع حزب الله، على الأقل إذا ملك القسم منه. وأعلنت حماس امبارح إنه هذه الضربة اللي عملتها أمرها هذه ضربة شريفة وضربة يعني مضبوطة وإلى آخره. وأكيد أكيد هذه الضربة ضربة أليمة، ما كانت ضربة مثل الضربات السابقة، عرفت شلون؟ وكل هالحكي انه هذه هيك لعبه لا، هذا مو صحيح، لانه تم اطلاق صواريخ باليستيه وصواريخ فائقه الصوت الفوق صوتيه، يعني هذه اللي وصلت الى اسرائيل 10 دقائق كانت ضمن في اسرائيل، وتم توجيه الضربات الى اماكن مهمه في اسرائيل. وحتى بيقول لك انه تم ضرب الى المفاعل النووي هذا الموجود في النقب باسرائيل. فالموضوع ملعبي، كان ملعبي. هلأ بقى الأمور بتقديري أنا، يعني نحن فعلا على شفا حرب كبيرة مثل ما قلت في البداية، يعني هلأ ملعبي. ومثل ما قلنا الهدف الأساسي لإسرائيل هو ضرب المنظومة النووية تبعها. ويا شباب خبوا له هذا، أكيد أنتم خبيتوه قبل، يعني الإيرانيين خبوا علي خمائني المرشد تبعهم تحت الأرض عندما تم الضربات هذه لحسن نصر الله والشغلات اللي صارت. وإلى الآن ما عم نعرف كيف إسرائيل بتعرف، وإلى الآن عم تصطاد إسرائيل قادات من الحزب حزب الله.
الى الان اليوم ضاربين واحد كمان بحلم. يعني ما عم نعرف هذه الآلية. انا ما عندي تصور انه شبكه هو في جواسيس بالطبع، هذا ما في مجال للنقاش، بس انه معقول انه هذه الشبكات الجواسيس هذه على هذه الضخامه وعلى هذا العدد وعلى هذه القوه؟ ما بتصور. اكيد في جواسيس، بس في عنا اسا امور اخرى ما عم نعرفها، هذه ما عم نستنتجها. يعني انا عندي تصور انه هناك تكنولوجيا جديده الى الان لم نعرفها، وإذا عرفت هذه التكنولوجيا بدها تكون ايضا سلاح ضد اسرائيل، ها، وامريكا والقضايا هذه. يعني بتعرفوا بس يصير عندنا شيء تكنولوجي الاعداء دائما بيمسكوه وبيصير في عمليه، يعني عمليه مضاده لهم. فانا بتقديري انه الحرب مو انه ما بدها تتم. القرار هلا كان في عندهم اجتماع باللجنه هذه، لجنه الدفاع هذه موجود فيها نتنياهو، وبده يصير يعني بتقديري يعني ضربه، بدها تبدا الحرب تشتعل عن 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 جد. يعني بدها تشتعل الحرب، غير اذا حصل شيء غير معقول. يعني غير اذا والله مات علي خمائني وراح نتنياهو، وقتها يمكن ان الامور تتهدى بتقديري. اما في هذه الظروف بستبعد تماما انه والله يتفقوا بينهم انه لي يعني شو بدي اقول لكم، لحفظ ماء الوجه، انه احنا اسرائيل بنضرب لكم شوي وبتمتصوا النقمه وبتنتهي الامور. هذه المره الامور لن تنتهي بهذا الشكل، ولن تنتهي بضرب المفاعل النووي وابار النفط والى اخره، وانما ستعمل اسرائيل على ضرب ايضا شو المستودعات ومراكز الصواريخ ومكان صناعتها وكل هالقضايا هذه. وعم بيقولوا الايرانيين اليوم، الحرس الثوري الايراني، انه نحن مراكزنا النووية تم تحصينها وهي وحامينا يعني تحت الحماية. بدنا نشوف كيف هذه الأمور بدها تستغرق إلى هذا الأمر، بدها تصير هيك، بدنا نشوفها في هذه الأيام أو الساعات القليلة الماضية القادمة. فالحرب بدها تستمر، بدها تكون شرسة، وأكيد إيران مثل ما صرحت إنه إذا ضربونا بدنا نضربهم كمان، وبدها تشتعل المنطقة طبعاً. وأنا يمكن يعني شبه هذه الحرب بالحرب العدوان الثلاثي على مصر، تذكروا كان في اكثر من دوله مشاركه ضد مصر، وهون بده يكون عندنا هذه الحرب الثلاثيه بدها تاخذها باسرائيل امريكا وبعض دول الاتحاد الاوروبي. بستبعد انه الاتحاد الاوروبي كان الاتحاد كله يدخل في هذه الحرب ضد دائره. ملاحظين هالامور هذه؟ اذا الامور عم تتصاعد بشكل جدا كبير. هلا اذا على ضوء هذه الوقائع، بتعرفوا الانتخابات الأمريكية صارت بالواجهة الثانية، يعني لأنه الصراع هذا الإيراني الإسرائيلي والصراع الإسرائيلي مع حزب الله إلى آخره أبعد كل أمور، حتى حماس ما عاد حدا عم بيحكي بغزة. ملاحظين؟ حتى ما عاد حدا عم بيحكي بغزة، يعني حماس أصبحت بتعرفوا بالحضيض. يعني حزب الله بده يشوف، حزب الله هلا بده يعني أوعى التفكير إنه والله ما ندخل. أنا هذا الدخول ما يعني ما في واحد يكون بحاجة يكون خبير عسكري، ها، إنه شو الحاجة لإسرائيل إنه تدخل بريا بلبنان؟ يعني ماني فهمانها أنا، هني ماني فهمانها غير قضية احتلال الأرض، هيك بفهمها بس، غير هيك ما في. ولكن عندكم أنتم طياراتكم، وعندكم قلتوا ضربتوا مواقعهم بالجنوب، شو في داعي لتسعير هذا الأمور؟ ومثل ما قلت أنا، والقضية يعني الدخل ما راح تكون نزهة، ما راح تكون نزهة، حتى بدها تكون أقسم مما دخلوا في غزة. مع كل الضربات اللي تخضعها حزب الله، ستبقى حزب الله مثل ما قلت بسرعة عم بيستطيع ترميم نفسه. إذا على ضوء هالأحداث اللي حكيناها، إنه والله صارت الانتخابات الأمريكية وأهميتها، وهي عم تلعب هلأ الأحداث في المنطقة عنصرا هاما في الانتخابات الأمريكية. ملاحظين؟ يعني كنت انا اتوقع انه كثير من الناس كانوا متوقعين انه يمكن ما يصير في ضربه ايران ضمن في وقت قبل ما تصير الانتخابات الامريكيه. وهكذا كانت التصريحات الايرانيه يعني المعتدله اللي تدعو الى السلام تصب في هذا الاتجاه. ملاحظين؟ ولكن طلع القضيه انه لا، عملوا ضربتهم، واذا هذا الصراع ايضا بين ايران واسرائيل، بين ايران وحزب الله، بين ايران واسرائيل اهم شيء هذا، عرفت شلون؟ سيعمل على شو؟ سيعمل انه يكون له اثرا على الانتخابات الامريكيه اللي بدها تصير بعد شي شهر تقريبا.
ومبارح مدري اليوم والله ما بعرف مبارح صار في لقاء بين لقاء تلفزيوني يعني بين نائب الرئيس تيم ويلز هذا تبع الديمقراطيين اللي في حال إذا فازت هريسي بده يكون هو نائبها وفي عندك هذا جدي شو بيسموه هذا مبصان لا مو جدي مبصان هذا جدي مبصان كاتب هذا النائب ترامب من الحزب الجمهوري عرفتوا شلون؟ ف اللقاء تم وحسب المعلقين والصحفيين والسياسيين قالوا انه اللي فاز بهذا شو اسمه هو النائب الجمهوري النائب جيدي بانس يمكن اسمه فهو اللي انتصر يعني على الديمقراطي وشو بيقولوا انه هذه اللقاء الحوار هذا تم افضل بكثير مما تم بين ترامب وهاريس لانه اخذ يعني ناقشوا قضايا موضوعيه بعيدين عن القضايا الشخصيه وكذا والى اخره فتحدثوا بموضوعيه وتحدثوا عن القضايا الهامه اللي بتهم الامريكيين على كل حال بعد شهر يعني حوالي شهر بدها تتم ونحن على يعني حرم الجمر بتقديري عم نشوف يعني الواحد مبارح ما نام من عم بيتابع الأمور والصراع في المنطقة والحرب اللي صارت ونحن الآن في الساعات القليلة القادمة بدها تشوف لنا أو الأيام القادمة يعني بهذه الفترة المقبلة بدها تشوف إنه كيف ستضرب إسرائيل وكيف بدها هذه المنطقة تشتعل من أول جديد بحرب كارثية أخرى تحياتي لكم أنا اسمي عماد إبراهيم وإلى لقاء آخر.